السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إيمان قاسم، أهلا بكم. ده الجزء الثالث من ورشة الدلاية مثلثة بالألوان الستة. هي دي الدلاية مثلثة بعد ما خلصتها. إن شاء الله في الفيديوهات الجاية هوريكم إزاي نقفلها وإزاي نعمل الحشو بتاعها وكمان السلاسل. دي المثلثة برضو بس تلات قطع، وعملتها على قماش الجوخ. وهنا بقى دي حشيتها بالفايبر، دي صورة من النت، ودي الدلاية اللي احنا هنعملها مع بعض ان شاء الله. الجزء الاخير هيبقى فيه التقفيل وازاي نعملها مع بعض، وزي ما قلت لكم ده الباترون عشان نعرف مع بعض ازاي بيتقرا. بعد كده اخضر اخضر بني مع ابيض. اخضر أخضر بني أربعة أبيض. حط أربعة أبيض ونرجع لكم. حطيت ثلاث أبيض، الرابعة اهي عشان اوريها لكم، عشان دي نهاية السطر. نخص في اتنين مرة واحدة، يعني خرزتين، خرزة دي خرزة دي. لو مش عارفين نخص فيهم اتنين مرة واحدة بنخش في واحدة واحدة. كده نهاية السطر. تسعة، نبدأ سطر جديد، سطر العاشر. سطر العاشر أول اتنين بني، حطيت اتنين بني وتمانية أصفر. دولت سبعة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة. ده سطر رقم تسعة. احنا سطر رقم عشرة تمانية أصفر. نحط الأصفر ونرجع مع بعض. عملت أول جنب سطر العاشر تمانية أصفر. هنا نحط اتنين بني عشان نعمل الجنب التاني. بعد اتنين بني ابيض ابيض بني، يعني اتنين ابيض اتنين ابيض، واحدة بني وخمسة نبيتي. عملت الجنب اتنين ابيض، واحد اتنين كده، واحدة بني كده، خمسة نبيتي، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بعد اتنين بني الجنب الاخير يبقى اتنين اخضر بني خمسة ابيض. اتنين اخضر، واحدة بني، خمسة أبيض. ادي الجنب الأخير، اتنين أخضر، واحدة أبيض، واحد اتنين تلاتة أربعة، وادي الخمسة الأبيض.
بنحطها وندخل في خرزتين بني عشان ده نهاية السطر. ونشد كويس ده السطر العاشر. نبدأ السطر الحداشر. الحداشر هيبدأ يخش مع الأصفر لون تاني. يعني كل مرة كان الجنب الجنب ده كله أصفر، واحد اتنين تلاتة أربعة، ماشيين كده لحد ما وصلنا لتمانية أصفر. في الدور الحداشر الأصفر هيخش معاه لون تاني، هيخش معاه بني الأول، واحد بني وبعد كده نخش معاه بقى ايه البني واللبن. هنمشي واحدة واحدة مع بعض ونشوف بقية السطور. احنا جاي وقت السطر رقم 11 تاني. احنا في ورشة الدلاية المثلث، كنا وصلنا للسطر رقم 10 السطر العاشر. كده هنبدأ السطر 11، نبدأه باتنين بني. طبعا زي ما قلت لكم ان اهم شيء في اختيار في نجاح الوحدة اللي احنا بنعملها ان يكون مقاسات الخرز واحدة. لازم نختار الخرز بعناية، عشان كده بنهدر كتير قوي من الطوب من الخرز اللي احنا بنجيبه، بيبقى يعني اكتر من نصه يعني تقريبا، يعني بناخد نصه والنص التاني ما يصلحش انه يستخدم، ممكن نستخدمه بعد كده شراشيب في اكسسوارات تانية في حاجة، لكن عشان نطلع المقاسات المظبوطة دي لازم بناخد وقت في التنقية، وقت جامد جدا عشان تطلع معانا النتيجة تبقى انت راضية عنها. احنا دلوقتي هنبدأ في السطر رقم 11، بيبدأ باتنين بني. حطينا اتنين بني، طبعا احنا طالعين بنشوف زي ما قلت لكم، بنشوف احنا طالعين فين ورايحين فين. احنا طالعين اهو من الفتله البني، يبقى هنخش في الفتله في الخرزه البني، هنخش في الخرزه ايه اختها دي كده. حطينا اتنين بني، نخلي عيون الخرز باصه لفوق ونبدا نعمل هنا. هنا كان في السطر رقم 10 كان عباره عن كم اصفر، نعدهم مع بعض، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، كان سبعة في كان تمانية اصفر. احنا هنا في السطر الحداشر عندك كم؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، ستة اصفر. يبقى هنحط ستة اصفر وكده نحط بني واتنين اصفر. حطيت هنا اهو ستة اصفر، بعد كده واحدة بني، بعد كده اصفر تاني، اصفر اصفر، يعني كده ستة اصفر واحدة بني واصفر اصفر. ادي اصفر واخر واحدة صفر، بنطلع منين؟ من البني الاخيرة دي اهي. نشد كويس اهو ونحط اتنين بني. بعد كده الجنب التاني بقى ابيض ابيض بني، وبعد كده خمسة نبيتي، ابيض ابيض بني خمسة نبيتي. عملته الجنب التاني ابيض ابيض بني خمسة نبيتي. بعد كده نحط في الابرة اتنين بني، طالعين من الخرزة البني الاولى، هنخش في اختها تانية، نخليهم باصين لفوق. نبدأ الجنب الثالث من السطر 11، يبدأ أخضر أخضر بني
وستة أبيض، أخضر أخضر بني، ستة أبيض. عملنا اهو أبيض أبيض بني ستة نبيتي، هنا هيبقى أخضر أخضر بني ستة أبيض. نهاية السطر اهو حطيت خمس أبيض، ومعايا الستة اهي في ايدي، بس قلت اشوفها لكم عشان متخش هنا في اتنين مرة واحدة، مش في واحدة، عشان ده نهاية السطر بنخش في اتنين مرة واحدة. معانا اهو الفتلة طالعة اهي، بنحط خرزة بيضة، وبعد كده بنخش اتنين مرة واحدة، ونشد كويس كده. نهاية السطر الايه الحداشر. نبدأ السطر الاتناشر، بادئ باتنين بني، وبعد كده كام؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، ستة اصفر، بعد كده اتنين بني بني بني، وبعد كده اصفر اصفر. ماشي وريكم. عملت اهو الجنب الاول السطر الاتناشر، بدأت باتنين بني، بعد كده ستة اصفر، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، وبعد كده اتنين بني، ادي واحد اتنين، وبعد كده اتنين اصفر، واحد اتنين، وهنا اتنين بني حطيتهم. دلوقتي الفتلة خلصت، بنعمل ايه عشان الفتلة بتخلص؟ زي ما قلتلكم بنمشي جوه الخرز، بس نعرف احنا طالعين منين عشان نرجع نفس المكان اللي احنا فيه. احنا طالعين من ايه عشان الفتلة بتحفظ؟ زي ما قلتلكم بنمشي جوه الخرز، بس نعرف احنا طالعين منين عشان نرجع نفس المكان اللي احنا فيه. احنا طالعين من الخرزة البني دي، كل واحد بقى حسب ما بيطلع، يعني طلعت من النص هنا من الخرزة النبيتي، طلعت مش عارفة، انت تحفظي المكان، تعدي مثلا واحد اتنين تلاتة، احنا قلنا طلعت من الجنب ده عند الخرزة رقم كذا، طلعت من الجنب ده عند الخرزة رقم كذا، تعرفي الفتلة نهايتها كانت هنا مثلا، عشان لما تحطي الفتلة الجديدة لازم تطلعي من نفس المكان اللي انت دخلتي منه، اللي كانت نهاية الشغل معاكي فيه. انا الشغل معايا كان نهايته هنا عند الخرزه دي، تاني واحده في البني دي بعد الاصفر، بعد الجنب الاصفر، وانا رايحه على الابيض ده خلصتها هنا، دخلت بالابره شويه لجوه، امشي خرزتين كده، وصلت هنا مثلا، اقوم عامله ايه عقده زي ما بنعمل كل مره في الشغل بتاعنا العادي، طلعتها ودخلتها من ورا، واخش في الدايره اللي عملتها دي واعمل عقده اهو. بعد ما عملت عقده امشي خرزتين كمان، الخرزه دي ممكن تضيقه شويه، بخش بخرزة غيرها. طبعا لما تلاقي خرزة ضيقة ما تتعافيش عليها علشان ممكن تتكسر، فهي لو اتكسرت تبقى مشكلة، مش هينفع تكملي على كده، فانت خدي بالك لما تلاقي الابرة مش عايزة تخش في الخرزة عشان ضيقة، خرزة تكون ضيقة صغيرة تخش في خرزة تانية، عشان انت بتخشي كده كده عشوائي، اي خرز يقابلك تخشي فيه. جيت تخشي في خرزة معينة كده لقيتيها الإبرة مش عايزة تمشي فيها، معنى كده إن الخرزة ضيقة، أهي بس كده مش عايزة تمشي، لا يبقى أنا أطلع من هنا أخش في واحدة تانية. خرزتين كده تلاتة نمشيهم، وبعد كده نقص الفتلة أهي، خلاص كده هنقص بقى إيه الفتلة بتاعتنا. نشيل الإبرة، خلصنا
منهم. هنجيب بقى فتلة جديدة دخلت اهو فتلة جديدة اي خرزة برضو كده عشوائي. نعمل عقدة ونمشي بالفتلة. شوف نهاية بس نهاية الفتلة فين عشان ما تفلتش مننا. نعمل عقدة وبعد كده نمشي عشوائي جوه الخرز لحد ما نوصل للمكان اللي احنا ايه طالعين منه المفروض تبقى فيه الفتلة. الفتلة خلصت فيه. عملت عقدة ومشيت خرزتين تلاتة كده لحد ما اوصل للمكان اللي انا عايزاه. انا قلت طالعين منين فاكرين؟ من تاني خرزة هنا. فهمشي بالفتلة لحد ما اوصل لها. وصلت للمكان اللي انا عايزاه اهو. هنا بعد كده هنشوف السطر يقول لنا ايه. يقول لنا ابيض ابيض بني وبعد كده ايه ستة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. سبعة نبيتي هيبقى ابيض ابيض بني سبعة نبيتي. اهو عملت ابيض ابيض بني سبعة نبيتي. وهنا نحط اتنين بني نكمل نهاية السطر الاتناشر اللي هو هيبقى هنا بقى تلاتة اخضر. هيبقى معانا اخضر 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 بني ستة ابيض. نهاية السطر اهو ستة ابيض وندخلش في خرزتين مع بعضهم عشان كده يبقى خلصت السطر ايه السطر الاتناشر. نجدها عشان السطر يبقى مظبوط معانا طول ما احنا قاعدين نثبتها كده عشان نشوفها مظبوطة ولا لا. اهي الجناب كلها مظبوطة معانا كده خلصنا السطر الاتناشر. هنخش في السطر ايه التلاتاشر. هما على بعض ايه تمنتاشر سطر. سبعتاشر اللي هو الالوان والسطر التمنتاشر كله لون بني واحد اللي هو السطر ده. ده التمنتاشر اللي هو كله لون بني. السطور دي سبعتاشر سطر. هنعمل مع بعضينا السطر رقم